نفرولوجي فما عندوش مشاكل خالص، معظمهم سهل جدا، وتقريبا شفنا معظم الحاجات اللي فيه في المحاضرات اللي قبل كده. لكن هي مشكلتنا بس في ان احنا عاوزين يعني نمحص شوية في الاناتومي بتاعت الحتة دي، لان هو مهم جدا. الصورة ديت الحقيقة أنا حطيتها لأن قبل ما تيجي تتكلم في الحتة دي كلها من أولها لآخرها بما فيها التانج والماوس فلور والنيزوفارينكس والأوروفارينكس والتونسلز واللارينكس وكل الكلام ده، فالتدخين على رأس المسببات للكانسر في المنطقة دي. فطبعا في مشاكل رهيبة من التدخين، مش بس أونكوجينيك كارسينوما، لكن في كمية ضخمة جدا من الأورام ليها علاقة بالتدخين في الممر اللي بيمشي فيه الدخان. فاحنا عايزين نتكلم على التكنيك، عايزين نتكلم على الاناتومي، بعد كده عندنا سيستيك ليجنز، عندنا انفكشن، بعدين في سليبري جلانس ستونز وكده موجودة في الماوس فلور، لكن هتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في البارت بتاع السليبري جلانس. بعد كده الباسكولار مالفورميشنز، بعدين التيومرز، وبعدين السودو تيومرز. ما فيش تقريبا غير اللينجوال ثايرويد، اللي هي الثايرويد اللي ما نزلتش في مكانها وفضلت متعلقة في الفلور اوف ذا ماوس، وديت ما هياش معضلة قوي في التشخيص زي ما هنشوف. احنا لما نيجي نفحص المنطقة دهيت بنعمل سكيروجرام لاترال فيو، وبنبتدي البداية بتاعتنا من تقريبا من الحد الفاصل ما بين السنان، بحيث ان احنا ناخد the lower part of the mandible، ناخد الماوس فلور، ونوصل تقريبا لحد الهايويد بون. هو ده المنطقة اوف انترست اللي احنا عاوزينها. غالبا بنعمل المقاطع كل 3 مللي علشان يطلع الاناتومي كويس والباثولوجي كويس. في الغالب بيبقى السكشنز موازي للانفير بوردر اوف ذا مانديبل او قريب من كده، بس ما يكونش طبعا الزوايا الغريبه اللي احنا بنشوفها. ما بنقولش للمريض واحنا بنفحص الحته ديت اي انستراكشن على البلع ولا النفس مطلقا، ولا نقول له هدي النفس، ولا نقول له بطل تبلع، ولا نقول له الكلام ده هنبوظ الفحص على طول. فما بنكلموش في الحكاية دي، ودي نقطة مهمة جدا. غالبا بنحتاج صبغة، غالبا بنحتاج نعمل 2D reconstruction، 3D قيمته مش جبارة قوي. بنحتاج ان احنا نعمل soft tissue window، وبعض الاحيان بنحتاج البون ويندو علشان نشوف الكارتليج اللي موجود هنا، نشوف الهايويد بون، وفي اللارنكس هنحتاج البون ويندو علشان خاطر نشوف الانفيجن بتاع الكارتليج باي الارينجيال كانسر. بالنسبه للام ار اي فاحنا بنستخدم كويل معروف اسمه هيدا دينيك كويل، وده هو بيكفي البرين، بيكفي الفيس، بيكفي المنطقة بتاعتنا. لكن زي ما أقول لكم بعد كده، طلع في كويلز لكل منطقة، في كويلز للأوربت، وفي كويلز للتيمبرو مانديبلر زي ما شفتوا، وفي كويل للارينكس لوحده وكده. الهدف من الكويلز ديت إن أنا أطلع صور أفضل بكتير من الصورة اللي بيطلعها هنا النيك كويل. طبعا موضوع البلع والريسبيريشن مهم جدا، مهم جدا. لو قلت للمريض ما تبلعش هيفضل يبلع على طول، لو قلت له هدي النفس هينهج. هو كده يعني الواحد بيحس انك انت بتدي له تعليمات اجينست الحياه بتاعته. فانت لو قلت له ما تبلعش يقعد يركز في البلع ويبلع كل دقيقه، فيروح هازز الصور كلها ما تعرفش هتشخص منها اي حاجه. بنحب نعمل فات سبريشن سواء في التي 2 او في التي 1، على اساس الحته ديت مليانه بالفات بلينز، واحنا لو حققنا صبغه بنبقى محتاجين نشوف الانهانسمنت كويس،
ولو كنا هنحن سوا ونعمل فات سبريشن لازم يكون في فات سبريشن قبل الصبغة وبعد الصبغة. في بعض الأحيان بنعمل ام ار انجيوجرافي بالسكة يعني بالمرة، والجهاز العيان على الجهاز، مش هنحن صبغة، مش هنعمل حاجة، فبنعمل ام ار انجيوجرافي. ساعات بيساعدنا وساعات لا، زي ما هنشوف بعد كده. لكن الأهم بكتير جدا في الموضوع دوت هو حكاية الديفيوجن، وزي ما قلت لكم إن الديفيوجن ويتد ايمجز مهم جدا جدا في الهيدا دي. ويمكن أنا قلت بالغلط في المحاضرة اللي فاتت، يمكن إن الديفيوجن في الهيدا نيك عكس الديفيوجن في البرين، وهو من الكلام دوت غير صحيح، والصحيح إن هما الاتنين شبه بعض بالظبط. بمعنى ان الانفكشن هيعمل ريستريكتد ديفيوجن والتيومر هيعمل فري ديفيوجن. الحاجات اللي بتعمل ريستريكشن في البرين هتعمل ريستريكشن في الهيد اند نيك وهكذا. كل لما تيجي فايده للديفيوجن هنتكلم عليه، وفي المرات اللي فاتت جبنا سيره الديفيوجن في البتروس، والديفيوجن في البتروس مهم جدا مهم جدا في التفرقه ما بين الكوليستياتوما وما بين الاوتايتس بي، ويعتبر هو الوحيد دلوقتي اللي ممكن يفرق ما بين الاثنين. نيجي بقى للحته بتاعت الاناتومي. الصوره اللي احنا شايفينها دي بتوضح ان ده هو التانك، وبعدين تحتيه كميه ضخمه جدا من الماسلز اللي هي المفروض بتحرك اللسان وبتخليه يطلع لقدام ويرجع لورا ويلف كده هو على نفسه. عارفين انتوا طبعا في بعض الناس لما تيجي تتكلم بالذات انجليزي وكده يروح لافف لسانه جوه بقه، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال زي البقر بالظبط. البقر لما يجي ياكل يروح لافف لسانه جوه بقه كده عشان يطلع الكلام يعني متقعر وكده. دي حاجه من الحاجات المبغضه جدا يعني في الدين. المهم بغض النظر، احنا عندنا الانترنسيك ماسلز اوف ذا تانك، مش مطلوب منك تعرفها ولا اي حد يعني مطلوب منه، لكن مطلوب منك انك تعرف الماسلز اوف ذا ماوس فلو. في واحده مهمه جدا جدا اللي هي عامله زي المروحه ديت، اسمها جينو جلوسس. الجينو جلوسس اللي هي في تحت الطنج على طول بتبان في السيتي عامله كده. المصل اللي انا مشاور عليها دلوقتي اللي هي عامله زي الثمانيه كده، دي هي ديت جينو جلوسس، واللي احنا يمكن قلنا عليها قبل كده اسمها جي جي علشان تفتكر بالاختصارات احسن من الاسامي. عليكم السلام. الاسامي بعد كده كلها تدخل في بعض، فانت نفتكر ان المصل الدماغ فلور الرئيسيه جدا، وهي دي اللي يعتد بيها في كل الاناتومي الموجوده في النص، اسمها جي جي يعني جينو جلوسس. المصل ديت نسختين يعني، واحده شمال واحده يمين، بينهم فات بلين في غايه الاهميه، اسمه ذا ميد لاين فات بلين. الفات بلين دوت هو اللي بيحكم المانجمنت بتاعت التيومرز اللي بتطلع في الحته دي. اي تيومر يعدي الفات بلين دوت يروح الناحيه الثانيه مفيش جراحه، دوت اللي كل الناس متفقه عليه. لكن لو كان التيومر مازال اون وان سايد ولم يتعدى الميد لاين، يبقى في الوقت دوت ممكن نشيل نص الطنج، نعمل هيميجلوسيكتومي، او يعني الجراحه ليها دور. اذا المصل دي مهمه جدا واسمها جي جي. المصل التانية مش باينة هنا لأنها على جنب، اللي هي اللي لازقة في المانديبول على طول، ديت اسمها مايلو هايويد، وعلشان برضو تفتكرها الاختصار بتاعها ام اتش ام اتش، يبقى ديت جي جي وده هي ام اتش. ما بين الاتنين دولت في فات، الفات ده هو أقل أهمية شوية. الفات ده ماشي في سبيس اسمه سب لينجوال سبيس. سب لينجوال سبيس، هنقول ايه الحاجات اللي موجوده في السب لينجوال سبيس بعد شويه. نيجي بقى بعد الام اتش، يعني لما تخرج لبره كده في فات ما بين المايلو هايويد
وما بين الايه؟ وما بين المانديبل. لو مشيت انت ورا الفات دوت هتقابل السبمانديبيولار سليبري جلاند اللي هي اللي انا بشاور عليها دلوقتي. يبقى ديت السبمانديبيولار سليبري جلاند وده هي السبمانديبيولار الناحيه الثانيه، وده الاسترنوم والسايد ماسل والكاروتيد طبعا والانترنال جاجيولار. تعالى نقرب شويه على الاناتومي. احنا خلاص عرفنا ان ده هو اسمه جيجي او جينو جلوسس، وعرفنا اللي بره ده هو اسمه ايه؟ ام اتش او مايلو هايرويد. ما بين الجينو جلوسس وما بين المايلو هايرويد في فات، والفات جواه مصلتين، اتنين مصلز صغيرين، واحدة اسمها هايو جلوسس واحدة اسمها ستايلو جلوسس، ولا كأنك سمعت حاجة. خلاص لو رجعت للصورة ديت اللي فاتت دي، هايو جلوسس يعني مصل ماسكة في الهايويد ورايحة للطنج، ستايلو جلوسس يعني مصل ماسكة في الستايلويد ورايحة للطنج. خلاص الاثنين دولت مكانهم هنا في الحته ديت، واحنا غالبا وي كانوت سيبريت الاثنين من بعض. لكن لو حد سالك، ما حدش هيسالك ما تخافش، يعني ايه هو اللي انت شايفه في الحته ديت؟ هم دولت المصلتين اللي هم واحده طالعه من الستايلويد للطنج وواحده طالعه من الهايويد للطنج. يبقى اذا المسلز المهمه جدا في الوقت دوت هي نمره واحد جينو جلوسس او جيجي، نمرة اتنين ام اتش، نمرة تلاتة المصلتين الصغيرين دولت واحدة ستايلو واحدة هاي جلوسس. قلنا ان الفات اللي موجود هنا في سبيس اسمه سب لينجوال سبيس، السبيس دوت فيه مين؟ نمرة واحد الفات، نمرة اتنين المصلتين اللي احنا قلنا عليهم اللي هما هاي جلوسس وستايلو جلوسس. يوجوالي الهايو كبيرة والستايلو صغيرة، اهو بص كده الستايلو رفيع كده اما الهايو كبير، فاللي بيشار اليه دايما في الحتة ديت الهايو جلوسس. خلاص يبقى الهايو جلوسس. كمان الماينور سليفري جلاند، لما نتكلم على السليفري هيبقى عندنا اتنين كبار واحدة صغيرة، الاتنين الكبار اللي هم الباروتيد والسبمانديبيولار، الصغيرين هم اسمهم ماينور سليفري جلاندز، حاجات في ستيك صغيره كل واحده بتطلع الضغط بتاعتها تو ذا فلور اوف ذا ماوس. بعد كده السب مانديبيلر دكت، السب مانديبيلر جلاند دي بيطلع منها دكت، والدكت دي بتمشي في السبيس ده لحد لما توصل الى النقطه اللي بتفتح فيها عن الفلور اوف ذا ماوس. بعد كده السب لينجوال ارتري والفين، يبقى هي ديت الكونتنتس بتاعت الايه؟ السبلينجوال سبيس اللي احنا عملناه بالاحمر ده، هو ده السبلينجوال سبيس اللي هو فيه الفات، الفات مهم جدا، والهاي جلوسس ومعاه الستايلو والماينور سليفري جلاندز والدكت بتاعت السبمانديبيلر والسبلينجوال ارتري والفين. السبيس الثاني اسمه سبمانديبيلر سبيس، يبقى دوت اسمه سب لينجوال سبيس ودوت اسمه ايه؟ سب مانديبولار سبيس. في ايه السب مانديبولار سبيس؟ السب مانديبولار جلاند بس، حتى الضغط بتاعتها ماشيه في السبيس اللي جنبها. خلاص يبقى السبيس دوت اسمه سب مانديبولار سبيس، في سب مانديبولار سليفري جلاند وفات، والضغط بتاع دي بيمشي في السب لينجوال سبيس. وده المنظر لو مثلا عندنا حصوه في السب مانديبولار دكت، والدكت هي دايليتد بتوصل الى السب مانديبولار سليفري جلاند، يبقى السب مانديبولار دكت بتمشي في السب لينجوال سبيس. اذا السبيس اللي متعلم عليه بالازرق دوت هو السب لينجوال سبيس، والمصل اللي هي الرئيسيه بتاعت الماوس فلور اسمها جيجي، واللي جنبها اسمها جيجي تاني، والفات اللي ما بينهم هو ميد لاين فات بلين. المصل اللي لازقه في المانديبول اسمها ام اتش او مايلو هايويد، والمصلتين الصغيرين اللي ما بين المصلتين دولت اسمهم ستايلو جلوسس وهايو جلوسس. And this is the submandibular space اللي هو فيه فات وفيه السبمانديبولار سليبري جلاند.
ايه فائدة الكلام اللي احنا بنقوله دوت، ان لما تطلع حاجة في المنطقة ديت وانت تكتب بالاناتومي بتبقى حاجة مبهجة جدا، غير الاحواس اللي احنا بنشوفها في التقارير انه في ماس وتلوش قدامك. فلما تقول ان الماس دي اوبليتريتد الفات اللي في السب مانديبولار سبيس وإز انسيبرابل فروم ذا جينوبلاسس مش عارف مين و و والكلام بيبقى ليه وزن، غير ان انا يعني لسه يوم السبت كنت في مؤتمر والناس بتشكي مر شكوى من الاشعه، بيقول لك ايه كانت المؤتمر كله على البلمونري امبوليزم وهم كل الناس عارفه ان السي تي انجيو مهم جدا في الحكايه ديت، بيقول لك بنبعت المريض يعمل سي تي انجيو يجي لنا التقارير ملحوظ كده واحنا مش عارفين منه هل في امبوليزم ولا ما فيش، يقول لك مش عارف ايه في فيلينج ديفكت بس غالبا ارتفاكت وفي ما اعرفش ايه بس غالبا ايه واحنا مش فاهمين اي حاجه، هل نعالج العيان على ان هو امبوليزم ولا نسيبه في حاله على ان هو مش امبوليزم؟ دي نقطه خطيره. المهم this is the MR طبعا هو نفس الاناتومي، تلاقي ده التنج الحقيقي اللي هو الانترنسيك ماسلز اوف ذا تنج، وده هو الجي جي اللي احنا قلنا عليها، وده الفات بلين اللي ما بينهم، ودوت الريموس اوف ذا ماندبل، والريموس اوف ذا ماندبل المصل اللي براه هي الماسيتر والمصل اللي جواه هي التريجويد، والتريجويدز اتنين راكبين على بعض، واحده الميديال واحده لاترال تريجويد ماسلز، وهنتكلم عليهم اكتر من مره بعد كده. الاناتومي بالسي تي وبالام ار، اللي في النص ده هو الجي جي ودوت الميد لاين فات بلين، والمصل اللي لازقه في المانديبل هي الام اتش او المايلوهايويد، والمصل اللي ما بينها هي الهاي جلوسس ومعاها مصل ثانيه الستايلو جلوسس، وهم دولت المصلتين ويمكن تشوفهم بالام ار، دي واحده وديت الثانيه. الهايو هي الكبيره والصفيفه ديت هي الستايلو جلوسس مصل، and this is the submandibular salivary gland. يعني فاسكولار اذكر لا كل ده لسه جاي لسه بالتفصيل الممل دول لسه جاي لهم بعد كده في البارافرنجيال سبيسز. طيب نيجي بقى في الساجيتال ايمجز، لما بنعمل ساجيتال بيبقى هو ده زي الساجيتال اللي احنا شفناه بالظبط، ده هو التنج الحقيقي، وشايف انت البيز اوف ذا تنج بتلف لورا بحيث ان هي يكون ليها علاقه بالاوروفارينكس وليها علاقه بالابيجلوتس، يعني لما نيجي نتكلم بعد كده في اللارينكس هتلاقي ان في وصله ما بين التنج وما بين الابيجلوتس اسمها جلوسو ابيجلوتيك فولد، لسه لما نيجي في الاناتومي بتاعنا. خلينا في التنج دلوقتي، المصل اللي عامله زي المروحه ديت اسمها جينو جلوسس او الجيجي، في مصل تحتها زيها بالظبط تحتها على طول، وفي منها اثنين واحده شمال واحده يمين بس ماسكه في التنج والهايويد، علشان كده اسمها جينو هايويد. يبقى لو احنا خدنا سيكشنز في الماوس فلور، لو انت خدت سيكشن كده هتلاقي من فوق هتلاقي الجيجي، لما تنزل لتحت هتلاقي واحده مطرخه كده قوي زي الجيجي بالظبط بس تخينه، وفي منها واحده تاني الناحيه التانيه ديت اسمها جينو هايويد. يبقى احنا ما عندناش في البتاع دي الا اربع مصلات اعرفهم، والحكايه سهله جدا، بس ما يعني سيبك من كلهم الا جيجي، لازم تعرف المصل ديت كويس جدا لان هي الاناتوميك لاند مارك بتاعها. يبقى ده هو جينو جلوسس ودوت مايلو هايويد ودوت هايو جلوسس ودوت جينو جلوسس، عشان كده انا بستخدم الاختصارات لان الجلوسس هتدخل كلها في بعضها فمش هتعرف دوت منه. تمام، تيجي بقى لما تنزل لتحت شويه الحته اللي في النص ديت اتفقنا ان دوت الجينو هايويد، بعد كده هتلاقي في مصلتين بس بعاد عن بعض، في ما بينهم فات بلين،
ده الانتيرير بيلي بتاعت الدايجستريك ماسل. الدايجستريك بتمسك في السكال بيز وبعدين تعمل زي سلينج كده عند الهايرد بون، وبعدين فليها بوستيرير بيلي وليها انتيرير بيلي. بغض النظر لما المصلتين يبعدوا عن بعض كده وتلاقي بينهم فات بلين، يبقى ده ولا جينو جلوسس ولا جينو هايوان، ده هو دايجستريك ماسل. يبقى ده الانتيرير بيلي دايجستريك ماسل، ده السبمانديبولار سليفري جلاند، ده هو الاسترنومستايد ماسل. في الكورونال انا ما انصحكش قوي انك تستخدم الكورونال في الحته ديت عشان ما تتلخبطش، لكن لو احنا مثلا جينا خدنا مقطع كده في الكورونا، ايه اللي انت شايفه؟ الطنج. مين اللي تحتيه؟ جينو جلوسس. مين اللي تحتيها؟ جينو هايويد. صح صح ولا ايه؟ لا، ام اتش على جنب، ام اتش مش في النص خالص. الاول الطنج وبعدين جينو جلوسس وبعدين جينو هايويد. خلاص كده اهم، الاول الطنج وبعدين جينو جلوسس وبعدين جينو هايويد، لكن انت مش تعرف تشوفهم كويس الا في الاكزيال او في السجتال. جميل في الحته ديت لانك تشوف الضم والماسل دي والماسل دي متفرقين عن بعض. طيب افرض انت خدت مقطع اللي قدام شويه او اللي ورا شويه، ان انت هنا دلوقتي ده الطنج، واحنا قلنا ان الطنج بيلف يلف كده خلاص، فده لما تاخد مقطع في الحته ديت هتشوف الطنج والسبمانديبولار سليفري جلاند على الناحيتين، هتشوف الريمس بتاع الماندبل اللي جوه تريجويد ماسلز واللي بره الماسيتر ماسل. طيب طلعت لقدام شويه هتشوف بقى التانك والجيجي والجينو هايويد، اهو هتشوف التانك والجيجي والجينو هايويد. احسن لك كتير قوي انك تستخدم الاكزيال احسن من الكورونا في الحته دي بالذات. نيجي بقى للبطاطس. احنا قلنا او لسه هنقول ان الهيد اند نيك فيها كذا كذا نوع من السيستات. في سيستس موجوده في الرقبه ما نتكلم عليها لوحدها، وفي سيستس موجوده في الماوس فلور. السيستات اللي في الرقبه ثلاثه واللي في الماوس فلور برضو ثلاثه. الثلاثه اللي في الماوس فلور هم دول الرانيولا والديرمويد والابيديرمويد سيستم. الرانيولا عبارة عن واحدة من السليفري داكتس بتاعت الماينور سليفري جلاندز اتسدت، فراحت عاملة سيست زي السيمبل رينا سيست بالظبط. الرانيولا نعم ممكن نشوف الأحوال شوف ايه؟ ممكن الجي جي ومكان لا هنا لا مش هتشوف لا مش هتشوف هنا الاناتومي لانها كروس سيكشن ما تقدرش تشوفهم هنا في الماوس فلور. لازم ناخد مقاطع عشان نعرف نشوفهم. لما هي موجوده في المنطقه الفلور هنا في الفلور في الحته ديت كده كلهم تحت بعض بقى مترصصين كده تحت بعض. طيب قال لك الرانيولا اصلا مستمده من الضفدع. الضفدع باللاتيني يعني رانيولا، وعشان الضفدع كل شويه ينفخ كده الحته ديت، فالناس اللي عندها رانيولا بالذات الرانيولا الكبيره بتبقى عامله كده، عامله زي دي بالظبط كده، بيبقى في بلج في الفلور اوف ذا ماوس سيستك، حتى ممكن تدوس عليه كده تلاقيه. المهم الرانيولا والديرمويد والابيديرمويد، الرانيولا على جنب والديرمويد والابيديرمويد ميد لاين. يبقى لما تلاقي سيست على جنب كده يعني على ناحيه، يبقى دوت رانيولا في الفلور. في بعض الناس بقى بتقسم الرانيولا يقول لك سيمبل وبلانجنج ومعرفش مين، كبر دماغك. رانيولا وخلاص، رانيولا يعني سيمبل سيست ان ذا فلور اوف ذا ماوس على ناحيه، سواء كانت الناحيه ديت الشمال او اليمين. السيمبل سيست دوت ينطبق عليه كل المواصفات بتاعت السيمبل سيست اللي فات، ان هو كلير ووتر كونتنت، بيبر ثين وول، ويل ديفاين مارشن، نو انترنال سبتيشن، مفيش كالسيفيكيشن، مفيش انهانسمنت، مفيش ميورال. هو دوت الايه؟ الرانيولا.
وده زي ما قلت لك ان الناس اللي عندها رانيولا بس كبيره حبتين بيبقى عندها بلج كده في الفلور اوف ذا ماوس، يبقى يشبه شويه للضفدع. المفروض ان الرانيولا تبقى موجوده في الفلور اوف ذا ماوس على نحو. لو خرجت من الفلور اوف ذا ماوس وراحت في حته تانيه زي دي كده، اللي هي رانيولا خرجت في السب مانديبولار سبيس وراحت بطاطه السب مانديبولار سبيس مثلا، يعني بيقولوا ان الرانيولا اللي كونفايند للسبيس هي السيمبل، واللي خرجت من مكانها هي اسمها بلانجنج. سالت الجراحين على انواع الرانيولا قالوا لي ما فيش، يعني بالنسبه لنا يعني بالنسبه لهم ما فيش انواع، والجراحه هي نفس الحكايه. معنى كده ان التفرقه ما بينهم ملهاش كلينيكال ريليفنس يعني. وبالتالي لما تلاقي سيست ان ذا فلور اوف ذا ماوس غالبا بيكون موجود في انهي سبيس؟ في السب لينجوال سبيس، لان السبيس ده هو اللي فيه الماينور سليفري جلاندز اللي هم بيتسدوا فيعملوا المنظر بتاع الرانيولا. الرانيولا هتكون سودا في التي 1 وهتكون بيضه في التي 2، ولو حقنتها صبغه مش بتاخد صبغه. لما تتشعب كده زي اللي انت شايفها وتخرج في السب مانديبولار سبيس ممكن ساعتها تسميها the bulging type of the granula. بس انت لما تلاقي cyst in the floor of the mouse وهو على ناحية واحدة تعرف ان هو رانيولا. تيجي بقى للديرمويد والابيديرمويد. احنا زمان كنا بنقول الفرق بين الاثنين ان الديرمويد فيه فات والابيديرمويد ما فيهوش فات. لكن ممكن يبقى في سيست في الفلور اوف ذا ماوس في الميد لاين بالظبط وما فيهوش فات، ويطلع في الاخر خالص ديرمويد سيست بسبب ان الفات اللي فيه مايكروسكوب، يعني مش عارفين نشوفه بالاشعه. لكن في معظم الاحيان بالفات بيبان بالاشعه، وفي صوره مميزه جدا اسمها كده ذا ساك of marbles، يعني كيس مليان اللي يعجبك، الماس، حجارة، طوب، اللي يعجبك، اللي هو المنظر اللي انت شايفه. في كورة سودة وجواها كور اسود منها، الكور اللي اسود منها هي ديت الايه؟ الفات. ده اول ما تلاقي كورة جواها كور سودة كده تعرف ان دوت فات، فتعرف ان اللي انت شايفه دوت اسمه ايه؟ ديرمويد سيست. حلو قوي. جيت انت عملت سي تي للماوس فلور ولقيت سيست وما جواهوش كور سودة، خلاص يبقى السيست دوت ينفع يكون ديرمويد وينفع يكون ايبيديرمويد، خلاص. يعني لمجرد ان هو ما فيهوش فات ما تنفيش عنه صفه الديرمويد، خلاص كده. دي نقطه مهمه جدا كل الكتب متفقه عليها. طيب يبقى في بعض الاحيان السيست ممكن يبقى في الميد لاين وبعدين لما يكبر يروح شويه على جنب، بس هو اصلا كان في الميد لاين وبعدين كبر وراح شويه على جنب. طيب السيست دهوت اسود في التي 1 ابيض في التي 2، يعني مليان ميه وما فيش ريحه الفات فيه، يبقى اذا دوت ديرمويد ولا ابيديرمويد ولا الاثنين؟ الاثنين. لازم ركز معايا الله يهديك، عشان الحكايه دي مهمه في الاوربت برضه. في الاوربت هيكون في سيست، والسيست دوت ما فيهوش فات وهنقول عليه يا اما ديرمويد يا اما ابيديرمويد، خلاص. طيب لا، في الرانيولا مش في النص، الرانيولا على جنب. ما انا قلت لما لازم الاصل بتاع السيست يكون في النص ولما يكبر يروح على نحو، لكن الرانيولا ما بيجيش في النص خالص. ونقول دلوقتي ان الديرمويد ممكن يطلع على جنب، هوري لك دلوقتي، بس هتشخصه ازاي؟ لازم يكون الكيس الالماس ده يخرم العين عشان تشخص الديرمويد، خلاص. يبقى احنا جينا في الميد لاين لقينا فيه سيست كده اهوت، وجوه السيست دوت ذا ساك اوف ماربل دايجنوستيك اوف ديرمويد سيست اوف ذا ماوس فلو. طيب
جيت انت بصيت هنا في الام ار، ده تي 2 وده تي 2 برضو وده تي 1. انت المفروض في التي 1 بتشوف الفات احسن، ساعات يعني بتشوف الفات احسن. فلو انت بصيت خلاص ده يخرم العين اهوت، في كور البتاع، ولو انت دققت هنا ممكن تلاقي كورتين ثلاثه كده. This is enough for the diagnosis of dermoid cyst. تعالى بقى ديرمويد سيست طلع على جنب، خلاص ديرمويد سيست طلع على جنب. علشان تشخصه ديرمويد لازم يكون ذا ساك اوف ماربل واضح جدا فيه. فانت عندك هنا بالسي تي كور كور كور، بالام ار كور كور كور، بالسونار كور كور كور. معنى كده ان ذس از ديرمويد سيست. طيب افرض ان هو ما فيهوش الكلام ده، ميه بس، يبقى الرانيولا، لان الرانيولا هي ذا موست كومن سيست في الفلور اوف ذا ماوس على جنب. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب الانفكشن اللي اتكلمنا عليه المرات اللي فاتت، وقلنا ان الانفكشن بيجي من السنه المسوسه وبعدين ينزل على الروت كانال وبعدين يعمل انفلاميشن وبعدين يعمل خراج وبعدين الخراج يقرض العظم ويدخل على الفلور اوف ذا ماوس. ووريت لكم كذا اكزامبل من الحكايه ديت، ان مثلا هنا اهوت بتلاقي الروت بتاع السنه حواليه اريا اوف اوستيوليسيس او ريفاكشن، ولو دققت كويس هتلاقي ان في كورتيكال ايروجن، وهو ده اللي طلع الانفكشن من الروت بتاعه السنه وراح بيها على السبمانديبولار سبيس. ادي السبمانديبولار سليبري جلاند، وادي الانفكشن في السبيس دوت، وفي مارجنال انهانسمنت والكلام ده كله، وستراندنج اوف ذا سبكتينيوس فات. كل الكلام ده ركزنا عليه في المرات اللي فاتت، واكدت عليك موضوع السبكتينيوس فات الستراندنج اللي فيه مهم جدا جدا في الناس اللي عندها انفكشن. وقلت لك برضو ان في الكتب السكويما سيل كارسينوما زي ما هتشوف بعد شويه في الفلور اوف ذا ماوس وفي التانج ممكن تبقى كده، تبقى مارجنال انهانسنج زي الخراج بالظبط. وقلت لك برضو ان مهم جدا جدا موضوع الديفيوجن في الحته دي، وطبعا الكلينيكال مهم، وانك انت تبص كويس قوي في المانديبل بتاع المريض علشان تشوف اذا كان في روت انفكشن واذا كان في بون ريفكشن حوالين السنه، وهو اللي عمل المنظر اللي انت شايفه. وكلمتك برضو على حاجه اسمها لودفيج انجينا، وقلت لك ان لودفيج انجينا عباره عن سيليولايتس اوف ذا فلور اوف ذا ماوس، وهذا السيليولايتس بيبوظ كل الفات بلينز. يعني لما تبص هنا في الفلور اوف ذا ماوس ولا تلاقي جي جي ولا ام اتش ولا ايو ولا مايو ولا اي حاجه خالص، تلاقي كده ديفيوز سوفت تيشو سويلنج هيتروجينس انهانسمنت، ومهم جدا الاير واي بينكروتش سيجنيفيكنتلي على الاير واي. مهم قوي في الناس دول من غير اشعه من غير حاجه انك انت تمنتين الاير واي الاول، وبعدين نبقى نشوف بقى اذا كان في خراج ولا مش خراج والكلام ده. وقلت لك برضو ان معظم اللودفيج انجينا او السيليولايتس اوف ذا فلور اوف ذا ماوس بيكون سببها في السنان، وان معظم الانفكشن في الحته ديت اذا كان في الكبار يبقى سنه، واذا كان في الصغيرين يبقى مين؟ التونس، يبقى تونس. تمام. And then this is a case of Ludwig angina. واحد عنده neck swelling for several days بعد لما شال سن. بعد لما شال سن جايز كانت infected، ولما شالها عملت spread of the infection to the floor of the mouth. And you see the encroachment على الايه؟ على ال airway. وده الاناتومي اللي احنا لسه شايفينه من شويه، اللي هو ده نورمال اناتومي اللي فيه فات بلينز، الميد لاين فات بلين ولاترال فات بلين والبلين اللي جنب المانديبل، كل دوت مش موجود هنا. وفي اوبليتريشن اوف ذا فات بلينز، وفي ارياز اوف ممكن ليكوفاكشن يعني هتعمل خراج بعد شويه. وده واحد كمان لودفيج انجينا، ذا سويلنج اوف ذا فلور اوف ذا ماوس و encroachment على الـ airway بتاع الاوروفارينكس.
وقلنا ان الناس اللي عندها لودفيج انجينا الاول تو مينتين الاير واي وبعدين تعمل سي تي او تعمل اي حاجه، والهدف السي تي نمره واحد انك انت تشوف اذا كان الاير واي بقى بيتنت ولا لسه، انك انت تشوف اذا كان في جاس فورمينج اورجانيزم ولا لا، انك انت تشوف الديتا الانفكشن لو كنت مش شايفه، انك تشوف اذا كان في خراج ولا لا عشان تعمل له سيرجيكال درينج. وطبعا وجود الليمف نودز شيء طبيعي سواء مع الانفكشن او مع الخراج، كل دولت بيبقى معاهم ليمف ادينوبات. واضح هنا اهوت في الست ديت ان عندها ابسس في المانديبل، والابسس دوت عمل سبريد اوف ذا انفكشن وعمل خراج في التانج. قلت لك المره اللي فاتت ان التانج از فيري ريتش باي ذا بلاد سبلاي وبالليمفاتكس، وعشان كده صعب قوي ان هو يجي فيه خراريج. لكن التكنولوجيا الجديده اللي هو الناس بتعملها دلوقتي ما يعرف بالتانج بيرسينج، ووريت لك اشكال والوان منه، وادي اشكال والوان تانية وكتير جدا منشور على الانترنت هذا الكلام، وده في الغالب هو اللي بيؤدي الى انفكشن اوف ذا تانج وبيؤدي الى عمل الخراريج. قلنا دلوقتي ان الضغط بتاعت السب مانديبولار سليبري جلاند ماشيه في السب لينجوال سبيس، وان هنقول في السليفري ان الستونز في السب مانديبولار اكتر بكتير قوي من الستونز في البراطد، علشان السب مانديبولار بتدرين لفوق والسب مانديبولار السكريشنز بتاعتها مور فيزيد، وبالتالي اللايبيليتي فور ستون فورميشن بتبقى عاليه. فانت لما تلاقي راديو اوبيك ستونز كده اهوت ان ذا فلور اوف ذا ماوس، تعرف غالبا على طول ان دولت ليهم علاقه بالسب مانديبولار دكت. وترجع بقى لورا شويه عشان تبص على السب مانديبولار سليبري جلاند، هتلاقيها انلارجد، هتلاقيها مور دنس، هتلاقيها واخده صبغه لانها اوبستراكتد وانفليمد. وده هو بيجي كتير قوي في الامتحانات الحكايه ديت، انك انت غالبا ما بتشوفش الحصوه ديت غالبا يعني، لكن في الفلور اوف ذا ماوس ما عندناش راديو بيك ستراكشرز. And this is the stone in the duct of the submandibular salivary gland. وده هي الضغط اللي هي markedly dilated وتؤدي في النهاية إلى the submandibular salivary gland اللي هي swollen and enhanced. من ضمن ال differential diagnosis بتاع الرانيولا dilatation of the submandibular duct. يعني بعض الناس اللي هي عندها stone في submandibular duct ممكن الضغط تبقى دايليتد قوي 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 لدرجه انك انت تفتكرها ان هي رانيولا، لكن فرق جبار ما بين الاثنين. نمره واحد وجود الحصوه، نمره اثنين السب مانديبولار سليبري جلاند بتبقى تعبان لان الضغط بتاعتها مسدود، يعني ممكن الضغط تتسد بستريكشر فمش هتشوف الحصوه خلاص. لكن لما ترجع للسب مانديبولار سليبري جلاند هتلاقي ان هي سوولن وان هي هيتروجينسلي انهانسد وان الفات اللي حواليها اوبليتريتد، معنى كده ان الجلاند ديت از اوبستراكتد، واللي انت شايفه في الفلور اوف ذا ماوس ده عباره عن دايلاتيشن اوف ذا داكت اوف ذا سب مانديبولار سليبري جلاند وليس يعني. نيجي بعد كده للتيومرز اللي ممكن تبقى موجوده في الفلور اوف ذا ماوس. عندنا حاجات فاسكولار زي الهيمانجيوما. الهيمانجيوما من ضمن الحاجات اللي بتطلع في الهيدند نيك في اي حته. الهيمانجيوما انا قلت لك قبل كده الهيدند نيك الميتاستاسيس فيها في كل مكان، كذلك الهيمانجيوما في الهيدند نيك اي مكان تطلع فيه الهيمانجيوما، في الاوربت بالهبل، في اللارينكس، في الماوس فلور، في الفيس بالعبيط، الهيمانجيوما اوف ذا فيس كتير جدا، وفي اللبس والحته دي كلها. الهيمانجيوما من الحاجات المعروفه دي. اشهر حاجه بنشخص بيها الهيمانجيوما الفليبولار، يعني لما تلاقي ماس ان ذا فلور اوف ذا ماوس او في اي حته ثانيه وتلاقي فيها دنس كالسيفيكيشنز كده ريبريزنتنج فليبولاي، تعرف ان يو ار ديلينج ويز هيمانجيوما. طبعا لما
تعمل الهيماجيوما ام ار اي في التي 2 بتكون منوره قوي، لكن في التي 1 زيها زي اي حاجه ثانيه بتكون سودة. ولو حانتها سوا بعض الهيمانجيوماز بتعمل significant enhancement. And this is hemangioma of the tongue نفسه، مش في الفلور اوف ذا ماوث. فهنا هو في ال T1 weighted image الهيمانجيوما سودا، في ال T2 weighted image الهيمانجيوما بيضة قوي. التيومرز عمرها ما تبيض بنفس درجة البياض بتاع الهيمانجيوما في ال T2. فانت لما تعمل T2 وتلاقي الليجنز فيري برايت كده، تعرف ان ده هو غالبا ما هوش كارسينوما ولا والكلام ده كله، تعرف ان هو هيمانجيوما. والهيمانجيوما في الفلور اوف ذا ماوس والتنج ما هيش كومن قوي، لكن الكارسينوما طبعا من الحاجات المشهوره جدا في هذا المكان. And this is نعم الهيمانجيوما في الماسكول سكيليتال، الهيمانجيوما في اي حته الهيمانجيوما بيضه قوي، الهيمانجيوما في التي 2 بيضه قوي لان عشان فيها بلاد سبيسز وكده. And this is the site of the hemangioma, the anterior part of the tongue. الليمفانجيوما اللي هو قريب الهيمانجيوما واسمه هايجروما. الليمفانجيوما اسمها الثاني سيستيك هايجروما. السيستيك هايجروما بتطلع في الاوربت، بتطلع في اللارنكس، بتطلع في الفلور اوف ذا ماوس، بتطلع في النك زي ما هنقول بعد كده. لكن الانسيدنس بتاعها في الفلور اوف ذا ماوس قليل جدا يعني. فانت لما تلاقي سيست كبير قوي متضخم متشعب شمال يمين ورايح كده ورايح كده، بتعرف ان دوت مش من السيستات اللي احنا قلنا عليهم. السيستات اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الرينيولا اللي هي واحد على جنب، والدرمويد والابيدرمويد اللي هم فين؟ في النص بالظبط. اما دوت بقى ديفيوز، لان الهايجروما از ليمفاتيك ابنورماليتي، وبالتالي بتبقى زي ما انت شايف كده سرحه قوي في الفلور اوف ذا ماوث. نيجي بقى لموضوع الكارسينوما، والكارسينوما في الحته ديت منتشر قوي. عندنا كارسينوما اوف ذا تانك، كارسينوما اوف ذا ماوس فلور، كارسينوما اوف ذا سب لينجوال سبيس، سب مانديبولار سبيس، بكال سبيس، كل الحته ديت هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. فاحنا لو افترضنا ان في ماس موجوده في التانج او في الفلور اوف ذا ماوس، فانت مطلوب من سعادتك وانت بتكتب التقرير انك انت تكومنت على الجماعه دول. ايه هما الجماعه دول؟ حاجه اسمها ريترو مولر ترايجوم. المولر فين؟ اهو خلاص. ريترو يعني وراء الحته دي، الحته ديت اللي هي ما بين السنه وما بين الريموس اوف ذا مانديبل اسمها ريترو مولر ترايجوم. هتقول لي ايه الحكمه؟ الكلام ده مهم جدا بالنسبه للجراحين، ومهم جدا بالنسبه للاونكولوجيست، ان هو يبقى عارف التيومر وصل لحد فين عشان يقدر يفسر السيمتومز ويقدر يوجه الثيرابي بتاعت لو كان راديو ثيرابي ولا حاجه زي كده. يبقى اول مكان هتتكلم عليه بعد لما توصف التيومر وتقيس حجمه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، ريترو مولر ترايجون. فين هو؟ ورا السنه ما بينه وما بين المانديبل، هنا في الحته دي. حاجه اسمها تيرجو مانديبولار رافي، تيرجو يعني تيرجويد اهو، مانديبولار يعني مانديبل، رافي يعني الفات بلين اللي انت شايفه اللي انا بشاور عليه الحته دي كده خلاص، ديت اسمها تيرجو مانديبولار رافي. ميد لاين في غايه الاهميه، في غايه الاهميه، ان شود سي بصريح العباره من غير لف ولا دوران التيومر دوت كروست الميد لاين ولا لا. ده مهم جدا، ان يا اما في جراحه يا اما مفيش جراحه. بعد كده البري ابيجلوتيك سبيس. البري ابيجلوتيك لو انت بصيت هنتكلم في اللارينكس بالتفصيل، ذس از ذا ابيجلوتس، ودوت الفلو التانج اللي هي البوستيريور اسبيكت اوف ذا تانج. فالكارسينوما لما هتطلع هنا هتنفيد الحته دي، وممكن تنفيد الابيجلوتس نفسها. Then you have to say ان في اكستنشن في الايه؟ في البري ابيجلوتيك سبيس. المانديبل طبعا الام ار جدع جدا في الحته ديت، اي تيومر هيطلع هنا ممكن ينفيد المانديبل. انت مش هتشوف الانفيجن في السي تي الا لما المانديبل يتكسر،
لكن ممكن تشوف بول مارو تشينجز في المانديبول بالام ار في التي 1 والتي 2 قبل ما المانديبول يحصل فيه ايروجنز وكده. مش ممكن تكون انفكشن. نعم. مش ممكن تكون انفكشن. هو ده الايشو الكبير ان احنا عاوزين نفرق ما بين الانفكشن وما بين التيوم. ممكن تكون انا اقول لك دلوقتي بص احنا الاساس بتاعنا في الحته دي كلها ان احنا تو ديسكريمينيت بتوين انفكشن اند نيو بلاد. خلاص لما تتسال السؤال دوت رقم واحد الكلينيك، رقم واحد الكلينيك، رقم اثنين الايمج. الايمجينج عندك فايندنجز معينه ممكن يحصل فيها اوفرلاب، مين اللي هيفك الاوفرلاب دوت من بعضيه؟ الديفيوج، الديفيوجن فقط وليس البيت سكان. البيت سي تي في الانفكشن هيعمل ابتيك وفي التيومر هيعمل ابتيك. خلاص اللي هيفك البتاع الخناقه هو الديفيوجن. فالتيومر في الديفيوجن بيبقى فري والانفكشن بيبقى ريستريكت. البري فيرتبرال ماسلز زمان كانت مهمه في الجراحه بس دلوقتي مهمه عشان الراديشن. فانت في ماسلز انتيرو تو ذا فيرتبرا اللي هم دولت كده، لو حصل ان في تيومر وسرح على جنب ووصل للماسلز ديت ان يو هاف تو سي اذا كان في اكستنشن تو ذا بري فيرتبرال ماسلز ولا لا. يبقى ست حاجات: ريترو مورال ثرايجون، تيرجو مانديبل الرافي، ميد لاين بلين، بري بجلوتيك سبيس، المانديبل والماكسيلا، والبري فيرتبرال ماسلز. الستيجنج بتاع الاوروفارينجيال كارسينوما اسهل بكتير من النيزوفارينكس. النيزوفارينكس هنتكلم عليه بالتفصيل في البارافارينجيال سبيسز وهنعيد الكلام مره ثانيه على الاوروفارينجيال كارسينوما، بس انت دلوقتي احنا واخدين حته منها عشان عاوزين نوصل لكارسينوما اوف ذا تانج. الستيجنج التيومر اقل من 2 سم يبقى ستيج 1، من 2 ل 4 يبقى ستيج 2، اكتر من 4 يبقى ستيج 3، خرج بره الاوروفارينكس يبقى ستيج 4. سهل جدا، ما فيهاش فرق ولا حرق كتير. عندنا ماس هنا اللي متشاور عليها بالاسهم ومحطوط عليها علامه سوداء وكل حاجه. انت ممكن تقول ان في سوفت تيشو ماس، تروجنسي انهانسنج، ميجرينج كذا في كذا. Seen in the left side of the posterior aspect of the floor of the mouth. خلاص؟ ما عندك العيب. لكن بقى لو انت عاوز تكتب تقرير عدل كده وابن ناس وكل حاجه وتبين ان انت فاهم وكده، بتقول بقى ان الماس ده is inseparable from the posterior aspect of the myelohyoid muscle and it extends into the sublingual space. Inseparable from the high glossus muscle. And also it is intimately related to the posterolateral aspect of the genoglossus muscle. كلام ليه تقل. خلاص؟ وبعدين تقول ما فيش crossing in the midline وان the midline fat plane is intact وبتاع. اللي بيقرا التقارير بيبقى عارف ان انت عارف. ما هي؟ لا بالظبط كده. لكن في تقرير تاني انا بقى عارف كويس قوي ان انت مش عارف. انت بتلوش بس كده وخلاص، هي دي القضيه. فميزه الاناتومي انك تكتب حاجه ذات ثقل، يعني ليها وزن في الموضوع. طيب يبقى احنا عندنا هنا هوت انهانسنج ماس ان ذا لاترال اسبيكت اوف ذا تانج او اوف ذا ماوس فلور، الاثنين انتيميتلي ريليتد لبعض. والماس دهيت معاها شويه ليمف نود. الليمف نود على فكره بتاعت الهيمندينيك عندها مشكله جامده جدا لان ممكن ما يكونش ليها علاقه خالص بالتيوم. الهيمندينيك بصفه عامه الرياكتيف ليمف نودز كتيره جدا حوالين السب مانديبولر وفي السب لومنتال سبيس وفي الديب سيرفايكال ريج. لكن كل اللي عليك انك انت يمنشن هذا الكلام، تقول ان في The homogeneous enhancing soft tissue mass measuring كذا في كذا seen infiltrating the right side of the floor of the mouth intimately related to the remains of the mandible obliterating the pterygomandibular raphe with no extension into the retromolar trigone.
بعدين تقول ipsilateral slightly enlarged lymph nodes وتقيسهم وتقول ان النودز دولت ار هوموجينس انهانسنج ما فيهمش areas of breakdown. دايما الميتاستاتيك نودز بيكون فيها بريك داون بس لما تكون كبير، لما تكون صغيره بتبقى هوموجينس انهانس. انت دلوقتي ما عندكش اي جنس امكانيه تعرف بيها اذا كانت ديت رياكتيف نود ولا ميتاستاتيك نود، خلاص، ولا بالبيت سكان ولا بالام ار ولا بالسي تي ولا بالالترا ساوند. اذا كيف يمكن الفصل؟ الطريقه الوحيده ايه؟ بالبيوبس، بالسيتولوجي، الترا ساوند جايدد فاين نيدل اسبيريشن سيت. كل الناس اللي عندها مالجنسي في الحته ديت وعندها لينف نودز بتروح للجماعه بتوع السونار، كل نوده ياخد منها سامبل ويديها للراجل بتاع السيتولوجي يقول له دي مالجنت ولا مش مالجنت. طيب بيبقى انت عندك دلوقتي soft tissue mass on the left side. الماس ديت infiltrated مين؟ مين دوت؟ جينو جلوسس. اوعى تقول جيجي في الامتحان، انا مش مسؤول عن الهيدروليك، خلاص؟ طيب كروس ذا ميد لاين ولا لا دي؟ طبعا، لان there is an out obliteration of the midline fat plane والتيومر كمان لزق في الجيجي بتاعت الناحيه الثانيه. ده معنى كده ان التيومر دوت خرج من الناحيه بتاعته، ان هو ستيج 4 يعني ما ينفعش فيه السيرجري. طيب نيجي هنا اهوت ان there is a mass. نخلي بالك ان الحته ديت اسمها الاوروفارينكس واللاترال وول بتاعها بيبقى موجود فيه التونسل اللي اسمها بالاتاين تونسل ونتكلم عليها في البارافرنجيال سبيس. لما تطلع ماس في الحته ديت كده وانفلتريتنج البيز اوف ذا تانج وانفلتريتنج السوفت بالات وانفلتريتنج الفصه بتاع التونسل، فزي ما هنقول في البارافرنجيال سبيسز 98% من الماسز اللي بتطلع هنا ار مالجنت، 80% منهم سكويما سيل كارسينوم، خلاص. يبقى ديت بالاكسكلوجن او بالكومن سكويما سيل كارسينوم. طيب اوف ذا بيز اوف ذا تانج ولا اوف ذا سوفت بالت ولا اوف ذا تونسيل؟ مالكش دعوه، انت اشعه، خلاص. اشعه يعني ايه؟ يعني حددت مكان الليجن originating من فين وبعدين infiltrating من فين، مش قضيتك ديت، مش قضيتك، لكن قضيتك حاجه واحده بس، انك انت تقول الاكستنشن. ومن الاكستنشنز المهمه جدا across the mid line ان التيومر يكون عدى الناحيه الثانيه، عدى الناحيه دي. you have to mention هذا بمنتهى الوضوح في التقرير اذا كان التيومر confined للناحيه بتاعته ولا has crossed to the opposite side. وبعدين تبص على الليمف نودز اذا كان في ليمف نودز تجيب سيرتها وتقول اكبر واحده مين والكلام ده. قلنا ان الهيد اند نيك اي حته فيه بيجي فيها ميتاستس، وبالتالي التانج از فيري ريتش ان ذا بلاد سبلاي والماوس فلور نفس الحكايه، ينفع يجي فيه ميتاستس. العيان دوت عنده رينال سيل كارسينوما وعنده ماس انفلتريتنج ذا فلور اوف ذا ماوس اون ذا رايت سايد. دي خلاص بقى مفيش فيها كروسنج ولا مش كروسنج، لان ده سكندري تيومر مش هيتشاف، الميتاستاسيس مش هتتشاف، وبالتالي انت هتقول ان ذير از ا ماس وتقول فشبكت في مين وراحت فين وجت من فين والكلام ده كله. طيب افرض انك انت يو دونت نو هذا الهيستوري، مفيش رينال سيل كارسينوما، ما تعرفش يعني في، يبقى اللي انت شايفه دوت سكويما سيل كارسينوما اوف ذا فلور اوف ذا ماوس. نعم، ميتاستاسيس مش بتتشال، قليل جدا الاماكن اللي بتتشال فيها الميتاستاسيس، لازم تكون واحده بس مثلا في البرين او في اللنج. ممكن نعمل ميتاستاتيكتومي علشان نقلل التيومر بيردن على جسم المريض، لكن كل الناس اتفقت ان once the tumor خرج من مكانه
دور الجراحة بي الدياجنوزس بي بي يعني بيتراجع بشدة. طيب عندنا هنا هو ليجن انهانسنج موجود في الرايت سايد اوف ذا انتيرير اسبيكت اوف ذا بروبر تانج او انفلتريتنج ذا انترنسيك موسلز اوف ذا تانج والتيومر دوت از نوت كروسنج ذا ميد لاين، عشان كده شالوا نص اللسان وعملوا هيمي جلوستومي وسابوا النص الثاني. هنا هوت عندنا في الاكسيال ايمج عندنا ماس في التانج والماس ديت از انهانسنج وهي لاترالي لوكيتد، وفي الساجيتال ايمج از انفولفينج ذا تانج بروبر وعندها انفيرير اكستنشن انتو المسل المشهوره اللي هنا اللي هي ذا جينو جلوسس مسل، اند ذس تيومر از نوت كروسنج ذا ميد لاين، يبقى معنى كده ان في امكانيه للجراحه. باي ام ار اي نفس القضيه، للام ار الريزوليوشن بتاعه احسن في الحته ديت عشان الفات، وفي نفس الوقت عشان الديفيوجن مهم جدا في الحته دي. فانت هنا هوت في التي 1 في ماس في البوستيرير اسبيكت اوف ذا فلور اوف ذا ماوس اون ذا رايت سايد، وفي التي 2 بقت مبيضيه شويه ولما تحقنها صبغه هتعمل انهانسمنت، والماس ديت از كروسنج the midline. Crossing the midline, no surgical option. دوت باتفاق الجميع. ما فيش surgical option، أمال في إيه؟ في radiation، في chemotherapy، وفي بقية الحاجات التانية. And this is the normal appearance of the tongue. التانج شايف بيلف إزاي لورا. عنده intimate relation مع الإبيجلوتس. And the tumor is infiltrating the tongue وإكستندينج معاه لورا. وكذلك infiltrating the floor of the mouth. And you have to mention هذا الكلام في التالي. And this is MRI T2 weighted image. كل الصور T2 وعندها في lesion in the back of the tongue. وورا التنج على طول هو الأوروفارينج. والليجن دوت is significantly encroaching on the oropharynx infiltrating the floor of the mouth. السجيتال الكورونال زي ما انا قلت لك مش حلو قوي، السجيتال هو اللي كويس، فانت you can see the tumor extension. مين اللي كان هنا؟ الابيجلوتس. الابيجلوتس دلوقتي is infiltrated والبري ابيجلوتيك سبيس is infiltrated. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. And the tumor is on both sides of the midline. يعني دوت مش بتاع الايه؟ الجراح. طبعا في ال T2 weighted images بيساعدك برضو انك انت تشوف الليمف نودز. فهنا عندك اثنين نودز كانوا ممكن يكونوا هنا مش باينين، هما باينين هنا في الحتة ديت بس. وزي ما انا قلت لك النودز الصغيرة تنفع تكون ليها علاقة بالتيومر وتنفع ما تكونش ليها علاقة بالتيومر، بس انت مالكش دعوة. And this is the normal appearance of the tongue. ودوت ال tongue is infiltrated, the base of the tongue is infiltrated by the tumor. مثال تاني by T2 weighted images ودوت T1 post contrast. We see an infiltrating mass involving the right side of the tongue. نعم. حط ايه؟ بعد المولر. المولر قصدك الريترو مولر ترايجون اللي هو الحته ديت كده possibly is invaded by this extension اللي هو طالع على جنب شويه. And the tumor is ممكن يكون فيه هنا على حسب الانهانسمنت extension across the midline. طيب زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا ماس هنا، دايما الليجنز بتاعه الاوروفارينكس وبتاعه التونسيل ممكن تنفيد البيز اوف ذا تانك، والعكس صحيح ان الكارسينوما اوف ذا بيز اوف ذا تانك ممكن تنفيد التونسيل وممكن تنفيد الاوروفارينكس. وفي احيان كثيره زي ما نشوف في اللارينكس كده ما بتقدرش تعرف التيومر دوت لارينجيال ولا اوروفارينجيال لان الاثنين قريبين جدا من بعض. بس انت بغض النظر عندك ماس، الماس ده هي انفلتريتنج ذا فوسه بتاع التونسيل اون ذا رايت سايد، وعندها تو بيج نيكروتيك ليمف نودز
وديت النودز دي ما تنفعش تكون ابدا رياكتيف، دي شود بي ميتاستاتيك. نمره واحد عشان كبيره، نمره اثنين عشان فيها نيكروزس، نمره ثلاثه اللي هي يمكن انا قلت لكم قبل كده النود اللي الحرف بتاعها مش كلير والفتل اللي حواليها مش نظيف، بيبقى فيها اكسترا كابسولار اكستنشن، وهذا الاكستنشن واحد من العلامات بتاعه المالجنس. يعني الانفلاماتوري نود بيبقى المارجن بتاعتها كلها كلير متشافه كويس، ممكن النودز بتاعت الانفلاميشن يكون الفتل اللي حواليها متعكر شويه، لكن الميتاستاتيك نود لما المارجن بتاعتها ما تكونش منتظمه والفتل اللي حواليها ان كلير، بنعرف ان ده اكسترا كابسولار اكستنشن ان ات سبورتس ذا بوسيبيليتي اوف مالجنس. هنا هوت عندنا ماس في الانتيريور اسبيكت اوف ذا تانج اون ذا ليفت سايد، والماس ديت شيء طبيعي انها تنفيد الفلور اوف ذا ماوس، وعملت انفيجن للانتيريور اسبيكت اوف ذا جينوجلوسس على الناحيتين ان كروس ذا ميد لاين تو ذا اوبوزيت سايد، والسكشنز كلها مش باين ان فيها ميتاستاتيك ليمف نود. بغض النظر عن نوع الكارسينوما، لكن الموست اوف ذا كارسينوماز في الحته ديت وفي اللارنكس اسكويموسيت، لكن في بعض الاحيان زي مثلا في السليفري جلاندز بيطلع ميوكو بيدرمويد كارسينوما او ادينويد سيستيك كارسينوما، انت مالكش دخل، انت ليك بس تقول ان اللي انت شايفه ده كارسينوما وخلاص، وتقول ان الاكستنشن هل هو اكروس ذا ميد لاين انفيدد مين ساب مين، الكلام ده كله في ميتاستاتيك ليمف نودز ولا لا. Then this is the tumor in the floor of the mouth. التيومر ده هوت أرض المانديبول اللي جنبي وخرج بره في المنطقة بتاعت التشيك والباكسيليتور ماسل وانفيدد the subcutaneous fat and possibly the skin. And this is أنا قلت لك أي حاجة في الحتة ده هي consider carcinoma إلا لو في حاجة منعتك من التشخيص، كأن أنت شايف إن في سنة خربانة وإن ده إنفكشن وإن العيان وشه وارم ومحمر والكلام ده كله. لكن في أحيان كثيرة there is an overlap in the imaging between an infection والmalignancy، لكن ده طبعا واضح إن في إرقاضة جامدة جدا في المانديبل ودوت طلع كارسينوما. السبيس ده هوت الحته دي اللي هي ما بين الانتيرير اسبيكت اوف ذا مانديبل وما بين الالفيولر مارجن اسمه باكال سبيس، ما نتكلم عليه في البارافرينجيال سبيسز برضو. الباكال سبيس ده اللي بتمشي فيه الدكت بتاعه الباروتيد جلاند، الباروتيد اللي هي ديت الدكت بتاعتها بتمشي تحت السكين، تفضل ماشي 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 وبعدين تخش جوه الماوس. فالمنطقة دهيت الحتة دي كده اسمها الباكال سبيس، طلع فيها ماس هي كارسينوما برضو زي بتاعت الأوروفانكس وزي النيزوفانكس وزي الطنج وزي الفلور اوف ذا ماوس، اند ذيس از باكال سبيس كارسينوما. والباكال سبيس ممكن يكون فيه أوروفارينجيال تينفيد ويكون فيه تيومر اوف ذا مانديبل ينفيد الباكال سبيس، تيومرز اوف ذا ماسيتر نفس الحكاية، أو يطلع هو لوحده في كارسينوما مخصوصة باسمه. عندنا بقى مشكلة تانية ان احنا قلنا 98% من الليجنز في المنطقة دي دي ار كارسينوماز، لسه في 2%، حط بقى اللي يعجبك متاستاسيس ليمفوما معرفش مين الكلام ده كله. طيب انت عندك 98% كارسينوما خلاص، يبقى مفيش اي مبرر وجيه بالنسبه لك انك تلاقي ليجن زي دوت كده فتروح قايل عليه ليمفوم خلاص مفهوم؟ لا، لان 98 كارسينوما والباقي ليمفوم. طب هتقول لي هو هما بيعملوا ايه لو انا عملنا قلت ان دي كارسينوما؟ بياخدوا بايوبسي طبعا، مفيش تيومر هيتشال الا لما يبقى بايوبسي، لو طلع ليمفوما يبقى خلاص مفيش جراحه وياخد الراديشن كيموثيرابي بتاع ويخف على كده. لكن دور سيادتك في الموضوع انك تقول ان في ماس انفلتريتنج الفصه بتاع التونسل
ودوت السوفت باليت سرح فيه ولزق كمان فيه الفلور اوف ذا ماوس، وتبص على الليمف نودز شمال ويمين والكلام ده كله، بعدين تقول ان ده هوت ايه كارسينوم. هم بقى يعملوا له دايركت ولا اندايركت لارنجوسكوبي وياخدوا بايوبسي وبتاع، تطلع لمفومه مش قضيتك. لكن لو حد سالك ايه هو الديفرنشال، ففي الحته دي الثلاثه ماشيين ايدهم في ايد بعض كده، الكارسينوما والليمفوما والميتاستاسيس. خلاص اي حد يقول لك اي كلمه في الماسز اللي هنا، كارسينوما ليمفوما ميتاستاسيس، هم الثلاثه طابور واحد ما تعرفش تفرق ما بينهم بالايمجينج. لو في نون برايمري خير وبركه، يبقى ده ميتاستاسيس. لو ما فيش يبقى الثلاثه احتمالاتهم سيان. مين اقوى واجمد واحد فيهم؟ الكارسينوما، ويليه الليمفوما، يليه الايه الميتاستاسيس. هتيجي تقول لي انت قلت لنا لما تكون الليمف نودز بلقي ومجنص يبقى ليمفوما، هنا لا، خلاص في الهيدن دينك لا، في الهيدن دينك لا، الميتاستاتيك نودز ممكن تبقى بلقي وتبقى هوموجنس. خلاص فانت لما لقيت فيه ماس كده في الحته اللاترال بتاعه الاوروفارنكس اللي هو المكان الاصلي بتاع التونسيل، ولقيتها سرحت كده لقدام في الماوس فلور ودخلت لجوه على الاوروفارنكس وبتاع، قلت دوت كارسينوم. وبعدين لقيت ليمف نود مجعلصه كده على الناحيه دي واتنين نودز تانيين كبار كده على الناحيه التانيه، وقلت بما ان ديت نودز بلقي تبقى ديت ليمفوما. انا بقول لك لا، انت تشخص الايه الكومن اللي هو الكارسينوم، بعد كده تطلع بالبايوبسي ليمفوما ما عليكش حاجه. طيب عندنا ماس كبيره جدا في الحته ديت، انفلتريتنج ده فلور اوف ذا ماوس، انفلتريتنج السبكوتينيوس تيشوز، وراحت في لزقت خالص في المايلوهايويد ماسل، و كمان خرجت بره الريمس اوف ذا مانديبل، في احتمال يكون في ارقضه كومبيرد بالناحيه الثانيه، ارقضه ان ذا ريمس اوف ذا مانديبل. ايه دوت يا ابني؟ كارسينوما، كارسينوما اوف ذا فلور اوف ذا ماوس والفيدنج اللي مش عارف الايه سبكتينيوس ستيشنز والماسلز اللي جنبها والكلام ده. اما بقى بالبايوبسي سواء الترا ساوند ولا معرفش مين، طلعت لينفوما ان شيد ريمبر ان التلاتة دولت ماشيين ورا بعض، الكارسينوما ثم الليمفوما ثم الميتاستاسيس. And this is a case of breast cancer وعندها destructive lesion in the mandible، وشبك طبعا شيء طبيعي ان هو يشبك في الماوس فلور ويطلع في السبكتينيوس ستيشنز، يبقى ده هو metastatic lesion. اخر واحد في الموضوع دوت اللي هو السودو تيومر. سودو تيومر يعني في ماس ان ذا فلور اوف ذا ماوس اوبليتريتنج مش عارف مين، بس ده مش تيومر، دوت الثايرويد ما نزلتش في مكانها، اسمها اكتوبيك ثايرويد او اسمها لينجوال ثايرويد، هنجيب سيرتها 100 مره بعد كده، وهي مش منتشره قوي في الامتحانات، لكن من الحاجات اللي انت ممكن تقابلها كتير ان ذا كلينيكال براكتس. نمرة واحد، ازاي بتعرف الاول الثايرويد بتطلع هنا عند فوريمن اسمه فوريمن سيكم في البيز اوف ذا تانك، وبعدين تنزل بمرور الوقت لحد لما توصل للمكان بتاعها، ويكون في الممر دوت اسمه ذا ثايروجلوسال داكت. ذا ثايروجلوسال داكت، الداكت دي هنتكلم عليها في مره تانية لما نتكلم على السيستس اللي بتطلع في النك، لكن احنا دلوقتي لما الثايرويد تطلع هنا وما نزلتش هتفضل في الحته دي، ساعتها يبقى اسمها ايه؟ اكتوبيك ثايرويد او اسمها لينجوال ثايرويد. بتعرفها ازاي بقى؟ ان الثايرويد طبيعي فيها ايودين، وبالتالي من غير صبغه بتلاقيها بيضه. ديت اول حاجه، معظم التيومرز التانيه ما بتكونش بيضه من غير صبغه، بتاخد صبغه. نمرة اتنين، كل اللي بيجوز على الثايرويد اللي تحت بيجوز على الثايرويد اللي فوق، يعني يجي فيها نوديولار جوايتر، يجي فيها كارسينوما ومش عارف ايه وكل الكلام دوت يحصل. نمرة تلاتة، لو حقنت الليجن دوت بالصبغة تلاقيه نور بشكل مفجع جدا كأنه فاسكولار تيومر،
نمرة أربعة لما تبص تحت في الرقبة ما تلاقيش ثايرويد، يعني في المكان الأصلي بتاع الثايرويد في أكتر من 75% من الناس بتكون هي دي الثايرويد الإيه؟ الوحيدة. فلما أنت شخصت ديت أوروفارينجيال تيومر وراحوا شايلين، يبقى يعني أنت عملت إيه في العيان؟ إيه؟ نكت عليه عشته صح؟ And this is في بعض طبعا هي اللي قايمه بكل وظائف الثيرويد في الجسم. في بعض الاحيان لو انت عندك اي ريحه اي شك تعمل ثيرويد سكان. لما تعمل ثيرويد سكان هتلاقي الابتيك حصل في الحته ديت وفي الرقبه عند الثيرويد مفيش ابتيك، فتعرف ان هي ديت الايه اللينجوال ثيرويد. هذا بالله.